حملي اللي حاليا بيشهدها مدينة رام الله والبيري كوني أنا أحد سكان المدينة، لا في يعني انطباع كثير إيجابي وجيد عن الحملة، واللي قاعد بتنظم عملية السير نتيجة الاختناقات المرورية الموجودة بالمدينة، اللي هي بتعتبر هي عبارة عن ملم لكل أبناء شعبنا حكما بالوزارات السيادية الموجودة فيها، وحجم أيضا الموظفين والزائرين أيضا من مختلف المحافظات إلى محافظة رام الله والبيري. أوكي، هلأ الحملة بشكل عام يعني أنا لمست أنه في شوية تغيير، أنه ما في أزمة بلشت تخف، بس في شغلات تانية المفروض يعملوها أكثر من هيك تحسن أكثر من وضع وسط البلد. فرقت علي إنه يعني صار في نظام أكثر في الشوارع، وأكثر إشي صراحة أنا بحبه بالشرطة قديهم متعاونين ولطيفين معنا بغض النظر عن المخالفات، بس لما نطلب مساعدتهم بأي إشي عطول يعني كلهم بيكونوا مستعدين للخدمة وإنهم يقولوا لي وين أروح. هذا الشيء صار مبارح معي، يعني أكثر من حدا كان يساعدني إنه وين أروح على الشرطة لأنه انسرقت اللوحة تاعتي، وسهلوا لي أمور إنه تجديد الموضوع خلصته كله بيوم واحد. فما بعرف الأمور إن شاء الله بتكون منيح لأحسن. بالبداية يعطيكم العافية ويعطي الشرطة العافية، نتمنى إنه هاي الحملة صراحة تستمر لأنه كثير في تجاوزات بتصير بالبلد، نتمنى تظل مستمرة للأمام مش فترة مؤقتة الصراحة، ويعطيكم ألف عافية. بتعليمات السيد اللواء يوسف الحلي ومدير عام الشرطة الفلسطينية، تم في الآونة الأخيرة زيادة ضباط وأفراد لشرطة محافظة رام الله، وضيف هذا العدد إلى فرع إدارة المرور، وذلك بهدف تسهيل الحركة المرورية والتخفيف من الأزمات المرورية في مدينتي رام الله والبيري. هناك خطة مرورية تم اعتمادها أيضا من السيد اللواء يوسف الحلو بعد أن تم وضعها بالشراكة ما بين شرطة محافظة رام الله والإدارة العامة للمرور من خلال فرع مرور رام الله. هذه الخطة تقتضي توزيع عدد تقريبا كافي إذا ما قيس في الفترة السابقة من الضباط والأفراد، جزء منهم دوريات راجلة وجزء دوريات محمولة، وجزء منهم أيضا يتحركون من منطقة إلى منطقة بحيث يغطي الواحد منهم أكثر من مفرق وأكثر من مكان يشهد أزمة مرورية من خلال الدراجات المرورية. فيما يتعلق بموضوع مدة العمل الشرطي والنشاط، طبعا هذا نشاط مستمر، الشرطة تعمل على مدار الساعة، وهذا التعزيز للشرطة والعمل المروري في الشارع لن يكون مقتصر على أسبوع أو فترة معينة شهر أو غيره، هذه الفترة ستكون مفتوحة، بالعكس نحن ننتظر أيضا في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى أن تكون قريبة تعزيز آخر يضيف أيضا إضافة نوعية للعمل المروري في الشارع. أما ما يتعلق بموضوع الشرطة النسائية ودورها فأيضا لدينا عدد، وإن كنا نطمح أيضا بزيادة عدد الشرطيات العاملات في الشرطة الفلسطينية وتحديدا في الواجب المروري، هذا العدد المتوفر لدينا يتواجد أيضا في ساعات الصباح الباكر أمام المدارس الخاصة ببناتنا، ويعمل على تسهيل دخول البنات إلى المدارس، وخاصة أنه جزء كبير من هذه المدارس تقع على الشوارع الرئيسية، وبالتالي المراحل الأساسية من هذه المدارس تحتاج البنات فيها إلى نوع من الرعاية، فبتواجد عندنا شرطة وبتواجد معهم أيضا شرطيات من أجل رعاية هذه البنات. فيما يتعلق بموضوع الشرطة الجدد، هؤلاء هم عناصر من الشرطة الفلسطينية تم إضافتهم في الآونة الأخيرة لفرع إدارة المرور من أجل أن يساهموا في حل الأزمة وتغطية بعض المفارق والأماكن والمقاطع التي لم تكن موجود الشرطة بها بسبب أن العدد لم يكن يسمح بذلك. جزء كبير من الأزمة المرورية، وربما يستغرب البعض من خلال مراقبتنا ومتابعتنا للحركة المرورية، جزء من هذه الأزمة يحدث بسبب عدم التزام المواطن في العبور من خلال خط المشاة. لما كل دقيقة بده يجي مواطن يقطع من أمام حركة السير، هذا يعيق حركة السير ويقطعها. عندما يتجمع مجموعة من المواطنين في نفس المكان وعبر خط المشاة ليقطعوا السير مرة واحدة ثم تنتظم حركة السير، هنا نكون منظمين أكثر، وهنا أيضا نبتعد عن موضوع إعاقة حركة السير، وبالتالي أنت نفسك كمواطن أيضا عليك أن تساهم في انتظام الحركة المرورية وعدم قطعها من خلال التزامك في العبور من مكان إلى آخر عبر خط المشاة المحدد لك العبور من خلاله. نحن سيكون لدينا في القريب العاجل إن شاء الله نشاط توعوي قد يكون مشترك أيضا مع
جهات مؤسسات شريكة لنا، نعمل نحن وإياها معا بعد موافقة السيد اللواء يوسف الحلو على هذا المقترح، على دعوة المواطنين وتثقيفهم مروريا وتحديدا في الالتزام في موضوع عبور الشارع عبر خط المشاة، عدم إيقاف المركبات أيضا في الأماكن الممنوعة التي تسبب أيضا إعاقة للمركبات القادمة وبالتالي تتسبب في إحداث أزمة مرورية. خلال الأيام القادمة سيكون لنا برنامج في ذلك حتى أيضا يكون هناك دور للمواطن الفلسطيني جنبا إلى جنب مع شرطة المرور والشرطة الفلسطينية بشكل عام، من أجل تخفيف هذه الأزمة المرورية والتسهيل على المواطنين في التنقل من مكان إلى آخر. فيما يتعلق في موضوع الرد على بعض الإخوان اللي بيحكوا أنه تواجد الشرطة وتعزيزها هو من أجل تعزيز المخالفات ومن أجل زيادة الدخل وغير ذلك، طبعا هذا غير وارد نهائيا. حتى عندما نخالف المواطن الفلسطيني لا نخالفه رغبة في المخالفة، وإنما نخالفه لعدم ارتكاب مخالفة تحميه وتحمي عائلته من ما ينعكس عليه جراء هذه المخالفة. لفيما يتعلق في موضوع التناغم والتوافق ما بين انتشار الشرطة وما بين الهندسة للشوارع الموجودة في مدينتي رام الله والبيري، نطمئنكم بأنه هناك لجنة سير على مستوى المحافظة. هذه اللجنة مكونة من عطوفة المحافظ ومن مدير الشرطة ومن رئيس البلدية، سواء كان بلدية رام الله أو بلدية البيري، وهناك مهندسين مختصين في هذا المجال، وبالتالي أي مقترح أو أي رؤية يتم تدارسها من خلال هذه اللجنة وبالتالي يؤخذ قرار، وفي نفس الوقت هذا القرار يكون خاضع للتجربة. إذا ارتأينا بأن نتائج هذا القرار إيجابية يتم تعزيزه ويتم متابعته. عندنا شارع باتجاهين بدنا نعمله باتجاه واحد لأنه بيخدم المصلحة المرورية أكثر، بنقوم بتنفيذه بالتوافق بعد الإجماع عليه من قبل المختصين في اللجنة وبتم اعتماده ويتم مراقبة النتائج بعد ذلك. إذا كانت النتائج إيجابية ولمسنا أن هناك أثر إيجابي لذلك يستمر العمل به وتعزيزه، وإذا كانت النتائج سلبية بالتأكيد بتم تغييره، وهذا ما يتم عمله من خلال لجنة السير المختصة بمتابعة هذه الحالة المرورية لمدينتي رام الله والبيري.